طيب، اولا ملعب غزل المحله والشكل مختلف بعض الشيء، في طفره موجوده في الملعب، والناس دايما بالنسبه لها الملعب هو ارث تاريخي لكل جمهور غزل المحله. يعني نلخص كده للناس ايه اللي حصل بخصوص عمليات التجديد او الشكل الجديد اللي ظهر بيه الملعب في هذا التوقيت. هو الموضوع الباشمهندس وليد ومجلس الاداره من حوالي 3 اشهر. الملعب يعتبر بنيه من اول بنيه الاساسيه، غرف اللبس على اعلى مستوى، غرف الحكام، غرف اللعيبه، المقصوره الرئيسيه على اعلى مستوى، كل المدرجات خلاص بقت كراسي، منافذ الدخول والخروج بعد اعلى مستوى الملعب، حتى اوضه اللبس على اعلى مستوى، الجيم على اعلى مستوى، الشاجوزي، كل ما يخطر عن كل ده اتغير، كل ده اتغير على اعلى مستوى. صراحة شغل متحضر جدا، وطفرة في غزل المحلة، طفرة كبيرة إن شاء الله بإذن الله تعود في السنوات القادمة، ومن أول السنة دي إن شاء الله، إن شاء الله المحلة بإذن الله إن شاء الله يبقى من أندية المقدمة بإذن الله. الأرضية خدت حاجة من التجديد ولا؟ زي الأرضية يمكن من أساسها، يعني الأرضية يمكن شالت بأكملها، ودي أرضية جديدة جدا جدا بشركة محترمة، يمكن الشركة دي اللي عملت استاد العاصمة، فشغل مش على يعني أكتر من بقول أكتر من 24 ساعة في الشغل، الناس على قدم وساق، الشاشة عملاقة جدا جدا. شغل غزل المحلة السنة دي يعتبر إنجاز في وقت ضيق جدا جدا، لكن منظومة محترمة أدت لحضرتك الشكل العام اللي هتشوفه دلوقتي، حاجة تبهر ما شاء الله، بقى من الاستادات الأقوى استادات يمكن دلوقتي في غزل في مصر العربية، هو استاد غزل المحلة. طيب.